امبارحه يوم الظهريات من شي ساعه ضرب صاروخ طلع من التبحاره كلها، الغيشي الله من التبحار الاول سلف ما في الدومري سلم خسارته تبعت باشكوي الحندرات عم بيجوا يتفشش المدنية هون لكن يروح يتفشش عند الجفاتي هيك شو عم بياكل قتل شلون عم يتذبح شبابه هو والإيرانية والروسية واللي معه العراقيين اللي معه والكلاب اللبنانيين كمان عم يصير الفرق هون بالعالم هون الله يخرب دياره إلهي الله يخرب دياره الله يخرب جمعة بخزر العالم طلع حواش كلها ما في حدا ما في دومري لك مغيش مهجرين عم هدم بيوتهم كمان العالم تهجرت حارة كلها هون باب الحديد ما في حدا ما في غير الشامات عد العالم الموجودين كلها بيطلع ما بتجاوز 300 شخص تفرج شو مسوي الحارة تفرج هون في جيش حر هون هون في ارهابية هون في حجر ما في غير حجر بيوت التعبانة الشكوى غير لرب العميمة زلي خليه يزعر خلي هلا تفرج علينا كل القنوات وكل الدنيا بعتونا سلاح طيران بس للطيران ما بدنا شي غيره لك عنا رجال لك عنا ابطال لك عنا اولاد لك عنا خير الله شباب اخي عارف شلون جاهزين للموت في ذا الوطن وفي ذا عرضنا وفي ذا نسواننا اعطونا سلاح بس نشتغل فيه لا مفرجين على الكلاب شلون يجي من عين يضربونا بس وهذا بوت مو بوتين بوتين بوت هذا بوت بوت على الاجر الاجر اللي راكبني بالاتحاد السوفيتي معاه في الدنيا كلها ما حاش تقاتل هنيك بالعراق انت على امه ابو العراق وانت على بالبوسنه بالهرسك جاي يفضي هون يسوي عضلاته عنا هون خليه ينزل على الارض خليه ينزل هو وسلاحه على الارض فرجيه حاله شلون شو احنا نفرم فيه ولا ما نفرم فيه شو